أمريكا مش هيشن حرب، خلص. لن يشن حرب. لكن من الناحية الإيرانية هل ممكن يحصل حالة من تعديل السلوك بحيث أنه زي مثلا النظام السوري النهاردة بيقول لك والله إسرائيل زي ما قلت حضرتك ما بقتش عدو، لأن هي عدو ومش عدو، لأنه إحنا والله بتعاون معنا في الحرب على الإرهاب، وإيران تعاونت معهم في الحرب على الإرهاب قبل كده. هل تتوقع خطوة من إيران ونحس فجأة كده أنه لا ما بقتش عدو يا جماعة؟ ليه بقى بقول لحضرتك الكلام ده؟ لأن في تسريبات وأخبار طلعت أنه إيران لم تعد العدو الرئيسي نمرة واحد للسعودية، بل تركيا. نعم. يعني في تسريبات قالت يا جماعة زي ما حصل قبل كده إسرائيل كانت العدو نمرة واحد، حصل لها داون جريدنج وبقت إيران، وبعدين بقى الإخوان هم الأول، وبعدين إيران هي الثاني، وإسرائيل الثالثة، إسرائيل اترفعت من القائمة. نعم. هل يمكن أن نتوقع أنه يتم تغيير هذه المنظومة ويتم احتواء ايران بقى ونخلص من الدوشه دي، ولا غير وارد؟ غير وارد، غير وارد. لان ايضا هناك ما يمكن ان نسميه الغباء الاستراتيجي في الرؤيه السعوديه. السعوديه نعم سأتكلم على امريكا. لا ما هي امريكا غيرت مسارها مع ايران، اوعى تنسى التسريبات في الاتفاق الخمسة زائد واحد، لا لان ده مهم كانش ممكن يحصل. شوف يا دكتور، التقارير التي خرجت خلال اليومين الماضيين تتحدث عن تحالف يضم كل من او اجتماعات عقدت بين رؤساء المخابرات في كل من الكيان الصهيوني ومصر والامارات والسعوديه والبحرين. طيب. والهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو التمهيد لعوده بشار الى الجامعه العربيه. أوكي. هذا جانب. واعتبار ان تركيا بهدف أن يقوم بشار بأن يكون بشار هو حائط الصد في مواجهة السياسة التركية في سوريا. هل من شأن هذا التوجه أن يعيد النظر في التوجهات الإيرانية تجاه هذه الدول باعتبار أنها الآن تتحالف مع حليفها بشار الأسد؟ لا أعتقد. لماذا؟ لأن إيران تدرك يقينا أن هذا نوع من التحول التكتيكي على خلفية قضية جمال خاشقجي. ده رقم واحد. وإيران من واقع معلومات، إيران ترى أن المملكة العربية السعودية هي العدو الاستراتيجي رقم واحد لها في المنطقة وليس الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي من غير الوارد بالمطلق من وجهة نظري برضو، أو على الأقل لن أقول بالمطلق، من غير الوارد بنسبة لا تتقل عن 90% أن إيران يمكن أن تغير سياستها وتوجهاتها نحو المملكة العربية السعودية. أما الحديث بقى عن مفهوم الغباء الاستراتيجي، دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات لديهم غباء استراتيجي ظهر على أكثر من مستوى. المسار الأول أنه عندما قامت الثورات العربية لم تفكر في الحواضن الاستراتيجية والحواضن الشعبية ممثلة بين قوسين في الجماعات السياسية ذات المرجعية الإسلامية السنية، بل واتجهت إلى محاولة القضاء عليها وليس مواجهة إيران. بدليل في الفترة من 2012 و2013 و2014 الملك عبد الله كان يدعم الحوثيين للقضاء على حزب الإصلاح في اليمن. السعودية في 2013 دعمت الانقلاب العسكري للقضاء على الإخوان في مصر. السعودية والإمارات دعم حفتر في انقلابه في 2014 و2015 للقضاء على الإسلاميين في ليبيا. السعودية والإمارات اتجهت إلى دعم السبسي للقضاء على التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية في تونس. كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك غباء استراتيجي في التعامل مع في تحديد العدو الاستراتيجي. ده رقم واحد. فضلك كمل. رقم اثنين، التحرك الآن لإعادة بشار دليل أيضا على غباء في الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بالتسوية في سوريا. لأنه عندما نتحدث عن تسوية في سوريا، المنطقي والطبيعي أن تتجه هذه الدول إلى التخلص من الحليف الاستراتيجي رقم واحد لإيران. إذا كانت إيران هي العدو الاستراتيجي لدول الخليج، فالمنطق يقول أن على هذه الدول أن تتحرك للتخلص من الحليف الاستراتيجي لإيران وهو نظام بشار. ولكن أن تتجه لدعم بشار فسيكون المستفيد رقم واحد من هذا الدعم هو حليف الاستراتيجي الآخر وهو النظام الإيراني. الدول الخليجية الآن إذا أعادت بشار ستكون مطالبة بإعادة إعمار ما تم تدميره في سوريا. هذا ما طلبه ترامب بتحديد، وإنفاق مئات المليارات على إعادة الإعمار. طيب في هذه الحالة من المستفيد الأكبر؟ من يهيمن على مفاصل الدولة في سوريا الآن وهو النظام الإيراني. هذه الرؤية عندما نتحدث عن إذا كانت دول الخليج ترى في إيران العدو الاستراتيجي منذ 2011 و2012 حتى 2018، المنطق الطبيعي يقول أن المواجهة تكون ضد إيران. صحيح. وليس بناء تكتل عسكري ضد تركيا التي تتشارك معها في المذهبية.
وبالتالي هناك خلل في الرؤية الاستراتيجية الحقيقية من جانب هذه الأطراف المعنية في إدارة المشهد في سوريا. عندي سؤال بسيط والله يا ريت جاوبنا عليه. هو انت تفتكر ان عندهم رؤيه استراتيجيه؟ والله ما بهزرش. لا ما عندهمش. ولا هو جزء لا 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 تابع لا. من افكار يعني الناس اللي موجودين في الخارجيه والمخابرات؟ كان يعني احد اتذكر مقوله لاحد السياسيين في الخليج يقول انتم تجهدون انفسكم في بحوث ودراسات وتقارير حول السياسه الخارجيه والرؤيه الاستراتيجيه والتخطيط الاستراتيجي في السعوديه وفي غيرها من بعض الدول العربيه. القرارات في السياسه الخارجيه تؤخذ اثناء جلسه شاي أو أثناء اللقاء على العشاء.